إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، على الهواء مباشرة في موعدنا اليومي معكم 9:05 بتوقيت اليمن. أهلا بكم إلى هذه الحلقة، وفي هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة نستعرض إياكم واحدة من قصص الكفاح اليمنية في هذه الظروف الصعبة التي تلف البلد. بطل حكاية هذا المساء امرأة من تعز. امرأة وحلم، وفيما كان الحلم يكبر على مدى السنوات الماضية بقيت إمكانيات المرأة كما هي وربما أسوأ، بحيث لم تكن قادرة على جعل هذا الحلم حقيقة، حتى جاء فريق برنامج حيث الإنسان ليتجول مرة أخرى في ريف تعز والتي زارها في مرات سابقة، باحثا عن قصص وحكايات وأحلام أخرى ليساهم في تحقيقها. قصة المهندسة نجاة هي إحدى قصص النجاح التي تثبت للمجتمع بأن أحلام المرأة اليمنية قابلة للتحقق يوما ما، وأنها شريك حقيقي في بناء المجتمع وملهمة في أوقات كثيرة. من مدينة تعز إذا قطعت نحو 40 كيلومتراً متجهاً نحو الجنوب فستكون وسط هذه الأودية. إنها المعافر، يعود ذكرها كإقليم إلى القرن السابع قبل الميلاد، مدينة يحاول التاريخ نسيانها. قديماً كانت تجني المدينة عائدات كبيرة من الضرائب المفروضة على السلع لأنها وضعت في طريق تجارية. تدور حرب على بعد مديريات عدة باتجاه الجنوب، وتدور حياة أيضاً. في هذه المناطق الواقعة وسط ريف الحجرية يبحث فريق برنامج حيث الإنسان عن قصته. إلى السوق تذهب نجاة يومياً للحصول على متطلبات الحياة البسيطة. يتوافد أهالي قرى عدة، يقطعون الكيلومترات حتى يصلوا إلى هنا، يشترون، يبتعون، ويحملون في أغراضهم كل ما يأتي إلى السوق. ستة كيلومترات قطعتها على مدار 3 أعوام بين المعهد التقني والمهني الزراعي وبين المنزل.
رحلة مألوفة، لكنها هنا تأخذ طابعاً مختلفاً، حيث يبدو كل شيء صعباً. وفي الأخير كانت النتيجة مرضية. علاقة هذه المرأة بالزراعة تعود إلى الطفولة، مرحلة الشغف والأمان واكتشاف الحياة. لما كنت صغيرة كان جدي يأخذني إلى الحول من وأنا صغيرة، مثلا يعلمني وريلي، يعلمني مثلا أشهر السنة في أشهر السنة بالرعوية مثلا يعني في الأرض. كان يرجع من الحول ومن رعي الأغنام، كان يجلس قدام البيت وكنت نجلس معه، وكان يجلس يفهمنا ويخلي احنا ننظر إلى النجوم، يجلس يفهم احنا الأشهر، يفهم احنا الزراعة، وفهمنا كل شيء. تعلقت في هذا الشيء، وكنت أخرج معه إلى الحول وأطبق، وكان دائما يأخذني معه، يعني مش يخرج إلا وأنا معه، حتى حبيت هذا الشيء. منذ تخرجها شاركت في عدد من البرامج والمشاريع الزراعية. طموح هذه المرأة سيكون إضافة جيدة لهذه القرية. مشروعه هو يتكون من بيت محمي وأرض مكشوفة. البيت المحمي نزرع داخلها الخيار، وهو صنف هجين يسمى صنف العز، وهو مبكر في النضج. وأما الأرض المكشوفة فتزرع الفجل، الكزبرة، القرقير. فاخترنا الكبزرة والقرقير والفجل خارج مثلا في المكشوفة، لأنها محاصيل غير مكلفة وتتأقلم مع الظروف الجوية. أؤمن بقدرة نجاة على نجاحها في إدارة هذا المشروع الزراعي إلى مدى كبير، لطالما كانت نجاة عند حسن ظني، وكانت دائما تنجح في أي شيء، في أي شيء تعمل في رأسها أو تفكر فيه أو تبدأ فيه، عمل معين، دراسة معينة، أي شيء، حتى عمل على مستوى بسيط مثلا، حتى الحدائق المنزلية مثلا. دوري دائما أقف خلف نجاة، وأولاً التشجيع، ثانيا المشاركة في العمل. أكيد سأكون شريك في العمل، سأكون واحد من العمال، عملها في المشتل ودورها في الواجبات المنزلية ما بيكونش فيها تعارض ولا تضاد. المرأة اليمنية من زمان تعمل في الحقل وتهتم بأسرتها، وما شفنا أي تضارب أو تضاد. ولكن ما هي الزراعة الحديثة، وما الذي نعرفه عن هذا المفهوم؟ إنها تختلف عن الطريقة التقليدية، يمكن لها أن توفر كمية كبيرة من الإنتاج. زراعة 100 متر بالطريقة الحديثة يعادل زراعة مساحة تقدر ب4200 متر بالطريقة التقليدية. هذا عن المساحة، أما الري فهو شيء مختلف تماماً. تعتمد الزراعة التقليدية على أسلوب الغمر، جزء من هذه المياه لا تستفيد منه الأشجار، إنه يتبخر. أما الزراعة الحديثة فتعتمد أسلوب التقطير، الذي يستهلك من المياه فقط 10% مما تستهلكه الأنظمة الزراعية الأخرى. لبلد تقل مياهه يوماً بعد آخر وتجف آباره كل عام، فهذه الطريقة الزراعية ستبدو مثل حبل الإنقاذ. تجارب زراعية عدة في المنطقة أقيمت عبر نظام المحميات، فالعمل لا يعد غريباً أو مغامرة، الناس هنا أليفوا كل شيء. إذا تحقق معي هذا المشروع ستتحقق معي الحياة الاقتصادية والمعيشية. ثانياً المجتمع إذا شافوني مثلاً نعمل هذه البيت المحمي ونستفيد من البيت المحمي،
أكيد بيتشجعوا اللي عندهم رؤوس أموال ويعملوا مثل ما عملت أني مثلاً كامرأة سيكون تكون أني أول واحدة في المنطقة تمتلك هذا المشروع الزراعي. تم اعتماد المشروع. الحمد لله، ألف مبروك، سعدنا في برنامج حيث الإنسان أن يحقق حلمه. شعور جميل، لأنني كنت أحلم في هذا المشروع وكنت قادر يعني نحقق هذا المشروع مهما كان. فرحة كبيرة أكيد، لأنه حلم الزراعي هذا المشروع. منذ الغد ستحرث أيادي العمال هذه الأرض وتضع نجاة مع أسرتها أول البذور وأول الأحلام. سنحتاج مدة 3 أشهر ليتحول حلم نجاة إلى واقع وتكون منتجات هذا المشروع قادرة على إمداد السوق. بالنسبة لنجاة وأسرتها فإنها ستبدو كسنوات. أملها ألا يوقف شيء هذا الحلم وألا تتعثر الخطوات الأولى. مع حلول الربيع سيملأ اللون الأخضر هذا المكان.
ما كان مستحيلا في منطقة النشمة صار ممكنا إذن، فقد استطاعت المهندسة نجاة خلال فترة وجيزة أن تقهر ذلك المستحيل الذي ظل قاحلا حتى أخضر على يديها. خلقت نجاة جنتها الخاصة وأوجدت فرص عمل لعديد من الأيادي التي بحثت عن فرص للحياة كثيرا. تمنت نجاة أن تكون أول من تمتلك مشروعا زراعيا حديثا في منطقتها، فكان لها ذلك وكان لنا شرف المشاركة في تحقيق ذلك الحلم الجميل، فشكرا لنجاة. إذن مشاهدينا، من تفاصيل قصة اليوم من النشمة في المعافر بتاعي ستكون الأسئلة والأجوبة في فقرة المسابقة، وبإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الهواء مباشرة من خلال أرقام البرنامج الظاهرة معكم على الشاشة. ويوميا يحدث تغيير في الأرقام بسبب أعطال تقنية ربما في الشبكة. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. من معنا؟ وعليكم السلام. معك سمسة. لو تعيد اسمك. ابتسام سعيد علي. ابتسام. ايوه. ابتسام من فين؟ الو. ايوه ابتسام، من اي محافظة؟ انتصار. ايوه من تعز ماوية. من تعز من ماوية، ابتسام من تعز من ماوية. أهلا بك ابتسام. أيوه. طيب ابتسام، ابتسام اسمعيني من التليفون عشان ما يكونش في تأخير في الصوت لو سمحت، اسمعيني من التليفون. أنا بعيد عن الشاشة. لا اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون عشان ما يكونش في تأخير في الصوت. لا أنا بعيد عن الشاشة مغلق بالكل. طيب تمام ابتسام، السؤال إيش اسم المهندسة بطلة القصة اليوم؟ إيش اسمها؟ اسم المهندسة. ايوه ايش اسمها؟ اسمها نجاة. متأكد؟ ايش؟ اسمها نجاة. نجاة. متأكدة انت طيب؟ ايوه مسجلة بالدفتر. مسجلة بالدفتر؟ ايوه. أنا والله متأكد يا أخي، والله إني موجود اشتغلت الزراعة. تمام، إجابتك مبروك، إجابتك صحيحة، 50,000 مبروك لك 50,000، بس أنا شي مزح معك كان. مبروك لك 50,000 مبروك. فعلاً نجاة اسم المهندسة بطلة قصة اليوم. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ روان ربا عمار. ربا. ايوه ربا عمار. ربا. ربا عمار من محافظة عدن. ربا عمار من عدن. ايوه. طيب يا ربا، تابعت القصة؟ ايوه كاملة. كم تبعد منطقة المعافر عن مدينة تعز؟ 4 كيلومتر متجهة اتجاه الجنوب. كم كيلومتر؟ 40 كيلومتر باتجاه الجنوب. مبروك عليك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. مبروك، إجابتك صحيحة، مبروك لك. طيب اتصال آخر. ألو السلام عليكم. طيب طيب سنذهب إلى القرعة وسنختار أول فائز معنا عن سؤال حلقة أمس، وكان لدينا سؤال، وكان السؤال يقول أين يقع مخيم بويش في حضرموت؟ هل الاختيار الأول تريم، أو الاختيار الثاني سيئون، أو الاختيار الثالث المكلا؟ الإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 3. تتابعوا الآن معي على الشاشة عدد الإجابات التي وصلت، 55,859 إجابة عدد الإجابات التي وصلت، لكن عدد الإجابات الصحيحة فقط 38,681. للأسف هناك 17,178 إجابة خاطئة. سنختار 3 فائزين مشاهدين الكرام، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال لكل من أجاب بشكل صحيح واختار رقم 3. بسم الله، اختار الفائز الأول. مبروك للفائز صاحب الرقم 7-3-6-3-5-3-8-5-6.
مبروك لصاحب الرقم 7363538 56. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال، وسيتم التواصل معه بعد انتهاء الحلقة لأخذ بياناته الشخصية وإرسال الجائزة المالية إليه. لدينا اتصال. ألو. طيب الآن بالنسبة لموضوع الأرقام، ليش بتتغير الأرقام؟ لأنه دائما نحن نحاول نضيف أرقام حتى تشاركوا معنا، وإذا كانت جميع الأرقام بالإمكان أنها تعمل ستكون معنا ظاهرة، لكن للأسف اليوم شبكة سبافون يوجد مشكلة في التواصل معها من داخل اليمن، لأننا نكرر المعلومة التي نقولها دائما، نحن موجودين خارج اليمن ويتم بتقنية معينة ربما تعرف بالرومينج يتم تحويل هذه المكالمة. اليوم لدينا رقمين ظاهرين على الشاشة، ولذلك نتمنى. لدينا اتصال الآن. ألو. أيوة. السلام عليكم، من معنا؟ أيوة معك. من؟ حسن سيف سعيد. محاسن سعيد. سعيد. أيوة محاسن، من فين يا محاسن؟ من صنعاء. محاسن من العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا بك يا محاسن، تابعت القصة؟ أيوة. طيب محاسن، كم لكم بتحاولوا عشان تشاركوا في البرنامج؟ والله من بداية رمضان. طيب محاسن، السؤال: إلى أي قرن يمتد تاريخ مديرية أو منطقة مدينة المعافر؟ إلى أي قرن ميلادي؟ قبل 7 قرون. محاسن، 7 قرون. سبعة قرون بعد الميلاد ولا قبل الميلاد ولا من الميلاد؟ قبل الميلاد. قبل الميلاد. من اللي غششك بالإجابة؟ أختي. أختي. كلها مبروك، 50,000 لها صح؟ عادي. يلا مبروك لكم يا محاسن، للأسرة جميعا مبروك لكم 50,000، وسعيدين بمشاركتكم وأن العائلة تتشارك في الإجابة، واحد يكتب الإجابة وواحد يتصل. مبروك. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا على المشاركة والمتابعة. لدينا اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام. ألو. من معنا؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ ألو. أم يوسف. أم يوسف. من فين يا أم يوسف؟ من عدن. من عدن. من أي مدينة في عدن يا أم يوسف؟ من دار سعد. من دار سعد. اهلا وسهلا بك وبكل مشاهدينا في دار سعد. الله يحفظك. نتصل من بدايه الشهر، احنا نتصل. تتابعونا دائما؟ من بدايه الشهر احنا نتابعك، الحمد لله اليوم وصل كذا، سبحان الله ضربه حظ. من باب الحظ. كل الناس يشتكوا يا ام يوسف، قالوا في صعوبه ما نقدر نتصل لكم. ايوه دائما، بس سبحان الله في اتصالات كثيره من عدن ووصلت سبحان الله. شوف الان طفت الكهرباء. قد معانا شعبية في عدن، يتفرجونا كثير ناس في عدن، يتفرجوا البرنامج. أيوة أكيد، قناة بلقيس قناة مشهورة وقناة دائما يعني نتابعها. شكرا لك يا أمه، شكرا. سؤالي لك، السؤال يقول كم هي المسافة بين بيت نجاة والمعهد الزراعي؟ كم المسافة؟ 6 كيلومتر. الله أكبر. أيوة تمشي يا سلام عليك. 6 كيلومتر لين توصل. يا انت كنتي كاتبه الاجابه ولا كيف؟ لا والله نكتبها كل يوم، اكتب الاجابه احيانا سبحان الله تقزع علي بعض المعلومات، اليوم كتبت شويه والحمد لله يعني، بس هذا كانت 6 كيلومتر هي توصل من الـ من الـ من البيت الى ان توصل للخط الرئيسي. ما شاء الله عليك ام يوسف، تستاهلي 50,000، مبروك لك 50,000 ريال. الله يحفظكم ويستر عليكم. يلا شكرا جزيلا. شكرا لك. عاد انا ما خلصت السؤال قد جاوبت، ما شاء الله عليك. طيب اتصال اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك محمد مقبول راشد. محمد ابو راشد، من فين؟ من جنب وصاب العالي. من وصاب العالي. ايوه نعم. واخيرا سمعنا واحد من وصاب. حياك يا اخي سامي. حياك حياك محمد. محمد ابو راشد. محمد مقبول راشد. محمد راشد، تمام. طيب محمد سؤالي لك، نجاة المهندسة،
نجاة، نجاة المهندسة اللي كانت معنا في الفيلم. نجاة، عرفت نجاة؟ أيوه نعم عرفتها. من هي نجاة؟ من سعد. أيوه، بس من هي هذه نجاة؟ إيش تشتغل هي أصلاً؟ هذه مهندسة. مهندسة. طيب أيوة. نجاة، من اللي علمها أو حببها بالزراعة؟ من اللي خلاها تحب موضوع الزراعة؟ تهتم في موضوع الزراعة. أيوة، يعني هي الآن أصبحت مهتمة بالزراعة. أيوة، من اللي علمها الزراعة وخلاها تحب الزراعة؟ جدها. جدها، مبروك لك 50,000 ريال، وإجابة صحيحة. الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية. شكرا يا أخي سامي. شكرا يا محمد. إن شاء الله نشي نطلع وصاب بالبرنامج، نشي نعمل مشاريع فيه وصاب. إن شاء الله، ليش مشاركة؟ إن شاء الله. شكرا لك، مبروك لك 50,000، مبروك. طيب الآن نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار الثالث، والآن سنختار الفائز الثاني وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال. وبسم الله، اختار الفائز الثاني. بسم الله، والفائز معنا صاحب الرقم 7711-3-4-6-6-7. مبروك إذا لصاحب الرقم 7711-3-4-6-6-7. مبروك إذا للفائز الثاني معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال. وبعد دقائق سنختار الفائز الثاني أيضا وقيمة جائزته 50,000. ولديكم فرصة للفوز أيضا بثلاث جوائز عن سؤال حلقة اليوم الذي كان من القصة. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ وهيب من طور. من؟ وهيب من طور. وهيب؟ أيوة. وهيب من أي محافظة؟ من كريدر عدن. من الحديدة، أهلا وسهلا بك. لا كريدر. من كريدر؟ أيوة. من عدن؟ أيوة. تمام، ما فيش مشكلة. ما فيش فرق بين كريدر والحديدة ولا كيف؟ لا فرق، بعيد الحديدة. في فرق صح؟ لا كله واحد، بس يعني الحديدة بعيد. بعيد الحديدة، لكن هو نفس الحماة بعض الأحيان. هنا هو حماة، خلي على الله بس. كيف تعمل وباء وكله؟ كيف الوضع عندكم يا وهيب؟ والله وباء يا أخي. وباء، مرض. كيف تعملوا مرض؟ طيب بتخرجوا من بيوتكم ولا كيف؟ والله أول مرة يقعدونا بالكهرباء. بالكهرباء ساعتين يطفوا 5 ساعات. يعني إلى جانب الوباء والأمراض زادوا في مشكلة بالكهرباء. بالكهرباء والماء، خلي الله بس. الله يعينكم يا صديقي ويحميكم إن شاء الله من كل شر. آمين إن شاء الله. يا وهيب، بس أيوة، يعني ولكن يعني قد الوباء، الموضوع الكورونا منتشر كثير جنبكم وتسمعوا قصص ولا ما عاد دريناش كيف الوضع؟ أيوة منتشر الأمراض، المستشفيات كلها مليان. الله يحميكم إن شاء الله. طيب سؤالي لك إن شاء الله. سؤالي لك، ايش كان مشروع نجاة الزراعي؟ ايش كان المشروع؟ ايش هو مشروع نجاة المهندسة اللي معانا؟ ايش كان مشروعها؟ مشروع نجاة تعيد الارض القاحلة للحياة. للحياة، ايوه. يعني ايش هو، ايش ممكن نسمي المشروع؟ تعيد الارض القاحلة للحياة. ينفع نقول محمية زراعية او محمية زراعية؟ ينفع صح. أيوة. ولا غلط؟ أيوة ينفع. ينفع، تمام. وينفع أنك تفوز معنا ب50,000، ينفع صح؟ أيوة. يلا يا سلام، الابتسامة هذه عندنا بالدنيا. مبروك لك 50,000 ريال وهي من عدن. حياك الله حبيبي سامي. حياك، مبروك لك 50,000. يلا مع السلامة. طيب اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ مصعب جليل. من؟ مصعب جليل، من فين يا مصعب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مصعب جليل من فين؟ من تعز. من تعز، حياك يا مصعب. الله يحييك. طيب في مصعب جليل من تعز. تمام مصعب، اسمعني من التليفون عشان ما يتأخر الصوت. طيب اسمعني من التليفون عشان ما يتأخر الصوت عندك. من مقبنة تعز. من مقبنة في تعز، تمام. أنت عادك جاوب على سلتي الأولى، تمام. الله ينفع. تمام، حياك. اسمعني من التليفون علشان ما يتأخر الصوت عندك.
نقص صدام على طول. طيب سؤالي لك، نجاة قالت انه ناوية تزرع في المزرعة تبعها في المشروع عدة خضروات، اذكر لي ثلاث من هذه الخضروات اللي بتزرعها نجاة. الخيار اللي كانت تزرعه في داخل المزرعة، خيار وايش كمان؟ وكبدرة وفجل وقرقيد. يلا انت قل لي كذا مقاضي وانا شاسير اشتريها من الماركت الان. يلا ها، خيار وايش؟ وانا اكتب بعدك. كبزرة وفجل وقرقير. خيار وكبزرة وفجل وقرقير. وفجل وقرقير. يوقع سحاوق هذا صح؟ سلطة سلطة. تمام، اجابتك صحيحة بعيدا عن المزح. فعلا هي قالت انه بتزرع في المحمي خيار، وربما في المنطقة المكشوفة فجل وكبزرة وقرقير. ومبروك لك. ايوه اجابتك عاد وصلت لك النكته الان. الصوت تاخر الثاني، الصوت تاخر، هو فرق مين اسطنبول لا تعز في فرق. صح معك حق، الله اقنعتني. مبروك لك 50,000 ريال واجابتك صحيحه. مشكور مشكور يا استاذ ثاني، الله يحفظك. هذه وصلت بسرعه، ما ال 50,000 وصلت بسرعه. يلا مبروك لك 50,000، مبروك لك 50,000، إجابتك صحيحة. مشكور مشكور يا أستاذ ثاني، الله يبارك فيك. تسلم حبيبي، شكرا لك. طيب اتصال آخر ولا نروح نعمل القرعة الثالثة؟ الاتصال جاهز. ألو، من معنا؟ فاطمة عبد الرحمن. فاطمة عبد الرحمن، من فين يا فاطمة؟ من عدن. من عدن، أهلا بك يا فاطمة. فاطمة أهلاً. سؤالك أيوة. فاطمة السؤال، كم المدة الزمنية بين الزراعة والحصاد؟ 4 أشهر. متأكد؟ أيوة. سمعت أنت الإجابة أنهم قالوا 4 أشهر؟ أيوة. متأكدة؟ أيوة متأكدة. من اللي قال أنه 4 أشهر فترة الحصاد، الزراعة المدة بين الحصاد؟ لما حصدوا أنا تفرجت لهم. أنت تفرجتيهم وهم قالوا 4 أشهر، متأكدة؟ أيوة. من اللي قال؟ أنا شعرف من اللي قال 4 أشهر؟ من قال 4 أشهر؟ أنا تفرجت الموضوع يا 3 أشهر يا 4 أشهر. ماليش دخل أنا الشيء، يلا يا 3 أشهر ولا 4 أشهر؟ 3 أشهر. ومبروك لك 50,000. الله شكرا. عفوا. مبروك لفاطمة من عدن 50,000 ريال. طيب الآن نروح للقرعة، نختار الفائز الثالث معنا عن سؤال أمس. كذا انتهت معنا فقرة الاتصالات والسؤال. طيب في باقي معنا اتصال على الهواء. طيب نختار الفائز الثالث الآن وبعدين نأخذ آخر اتصال مع أنه معنا على الهواء. الفائز الثالث معنا، بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7741858834. مبروك إذا لصاحب الرقم 7741858834. مبروك لك 50,000 ريال. والآن نذكركم بالثلاث الأرقام الفائزة معنا على الشاشة. الأرقام هي 7-3-6-3-5-3-8-5-6، الرقم الثاني 7-7-1-1-3-4-6-6-7، الرقم الثالث ناقص رقم يا شباب 7-7-4-1-8-5-8-3-4. داركنا على طول. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن تابعنا أرقام الثلاثة الفائزين واخترناهم بشكل عشوائي معنا على الشاشة. الآن لدينا اتصال أخير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
جبتها عبد الرحيم هزاع. من؟ جسار عبد الرحيم هزاع احمد. جسار من فين يا جسار؟ لحج المقاطرة. من لحج المقاطرة، تمام. تابعت القصة اليوم؟ ايوه ان شاء الله. يلا تمام، انا ما دام انك تابعت اشك تذكر لي اسم المنطقة والمدينة والمحافظة. المنطقة لحج. القصة اليوم من لحج؟ ايوه. اقول لك المنطقة لحج. لا لا مش منطقة لحج، محافظة تعز. لا لا مش محافظة تعز. لا انا اشك معادل تعز. ايوه. الو. ايوه اقول لك من المعادل تعز. طيب انا اقول لك لحظه، انا اقول لك انا اوضح لك، انا لحظه انا اقول لك اذكر لي النشمة تمام. النشمة الحجريه. الو. ايوه الو. الو. ايوه معك. الو. ما لا تمام، انا معك الان، انا قد انا معك داخل الديوان انا واصحابك الان. كلهم يهدؤوا تمام. اقول لك محافظه سعيد. انا اقول لك حاجه قبل. والحجريه والمعافر. ايوه النشمه. المعافر تمام، المحافظة تعز. تعز. المعافر تعز. عيد لي ثاني مرة، يلا آخر مرة. المعافر تعز. ألو. المعافر تعز. يا اسمه؟ ألو. يا قصار. ربشوه اصحابه، ربشوه. يا جسار. ايوه. انتم من تتفرج نحن اول شيء؟ اول من انتم من تتفرج؟ انا كنت اتفرج الرجوع. نعم المعافر. تمام، الان تعز. ايوه. تعز صح، تعز المحافظه. أيوة. المعافر المدينه اللي قبل. أيوة. ايش؟ انا وابي. ايش؟ انت وابوك؟ انا وابي. هذا أيوة. الربشة دي كلها انت وابوك بس، انا قلت انك داخل ديوان. تمام. الان يلا قل لي المنطقة. أيوة. المدينة، المحافظة، ايش هن؟ شوف المعافر المنطقة النشمة. النشمة. والمعافر تعز. النشمة، المعافر تعز. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك. النشمة والمعافر وتعز. تمام، مبروك لك 50,000 ريال. مبروك. شكرا يا ابوي. لا تقطعوش الصوت، خلينا نسمع انهم فرحوا ولا لا. الو. ايوه. شكرا الله يخليك. اقول لك مبروك 50,000. اقول لك شكرا. قزعت له شاهي. الو. مبروك. تحياتي لك يا جسر. مبروك نفدا لك. مبروك لك 50,000 ريال. اجابتك صحيحه، النشمه، المعافر تعز. بس احنا حبينا نمزح معك نهايه الحلقه، وفي تاخير في الصوت، وانا اعتذر من اي حد اذا كان تسيئه بعض التصرفات او المزاح، لكن ربما لطف الاجواء. شكرا جزيلا لجسر من المقاطره في لحج، وإليكم سؤال حلقة اليوم بإمكانكم الإجابة عليه من خلال واتساب. السؤال على الشاشة، ما هي طريقة الري الحديثة؟ والاختيارات الثلاثة هي التقطير، الاختيار الثاني الغمر، الاختيار الثالث الرش. إذن كان هذا سؤال حلقة اليوم، وغدا سنجري القرعة ونختار ثلاثة فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. انتهت حلقة هذه الليلة من حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة، كونوا بخير.
انظر من قلبك سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة احسان بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.